رغم عدم موافقة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الكونغرس يقرر تعليق ووقف بيع مقاتلات طراز F-35 إلى تركيا. وخلصت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب خلال اجتماع لهما إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل لن تتضمن بيع 100 من هذا النوع من المقاتلات الأمريكية إلى تركيا إلا بعد تقديم وزير الدفاع جيمس ماتيس تقريرا خلال 90 يوما يقيم فيه طبيعة ومستقبل العلاقات الأمريكية التركية. من المحرج لأمريكا أن تتحدث تركيا بهذه الطريقة وهي حليفة في الناتو. يجب أن نذكرها بوضعها في الحلف وبوضعنا كقوة عظمى. الكونغرس اتخذ هذا القرار على الرغم من أنه في 7 يوليو الجاري أرسل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خطابا للأعضاء لإعلان رفضه لقرار كهذا، لكن الأعضاء أجابوه برسائل أخرى وبمعلومات عن تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة بسبب ما ذكره الأعضاء عن احتجاز أمريكيين في السجون التركية وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في عهد إردوغان، فضلا عن شراء تركيا لصواريخ S-400 من روسيا بما لا تماشى مع نظم التسلح المعمول بها في الحلف الأطلسي. شراء تركيا لنظام دفاعي جوي غير متوافق مع أنظمة حلف الناتو سيكون تحديا كبيرا ليس فقط بالنسبة للعلاقة الأمريكية التركية ولكن بالنسبة للحلف ككل. هذه مسألة يجب معالجتها مع الأتراك. أعلم أنه لا يزال هناك بعض الأمل في الدوائر الحكومية الأمريكية بأن الأتراك سيفكرون بشكل أفضل في هذه الصفقة وسيعملون على شراء نظام متوافق مع الناتو، ولكن سنرى ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هذه النقطة أم لا. قرار الكونغرس الأمريكي لا رجعة فيه وسيخرج في صورة قانون مصدق عليه، ولا يملك البيت الأبيض تخطيه أو تعديله أو إلغاءه. قرار الكونغرس يضفي مزيدا من التعقيدات على العلاقة الأمريكية التركية. أعضاء الكونغرس مصممون على امتثال تركيا لمطالب الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين الأمريكيين في سجونها، والأهم التأكيد على انتمائها لحلف الناتو وليس لروسيا. خالد خيري، الغد، واشنطن.